الآن وحصريا زان بدع القاء في حفلة الاثنين الدهايا الرجال أهل المواقف والمروه والحمية يا سلايل شمر الطارات قادت طنايا كاسبين المجد من قبل العصور الجاهلية نظمت القصيدة اللي يشوش وانا قربان حفلة الاثنين هاجس جاب معناها مقام الكرم والجود والطيب واهل الشارع الصيد والمجوب والطيب مبداها هذولا الاثنين الفخر عسوة الشجاعة رجال قادم من شمر وحل العز والسلطان مثل لها تاريخ سجل سواياها ومبروك يا يوسف على القاف وعلى الحان تبارك في عرسك هجوسي تغناها عسى تبطي سنينك وتفرح مدال زمان يا شبل شيوخ اللي على الطيب ذو يا يوسف يا رب الطيب يا معرب الجدان كسبت المراجل واجد لا تتنصاها ولا تخدش في مجلس من هالوظيفة بد الراعي المعروف والمدى وفاها بد الراعي المعروف والمدى وفاها أبو يوسف اللي واقفة ترجح الميزان دخل للجماعة وكل صعبة تحداها وأخوانك رجال الوفا أحزابك المليان هذا ترخي وقفاته تنمس يا حياها ويعقوب تسعة ستة ستة خمسة.